اعذر، من النهارده ما اسميش كريم، انا اسمي مسعود. ده يبقى راجل مخه زي صباع الكفته. ده انا كنت عامله اعلان طالبه عريس مناسب لبنتي. وانا كمان استاذ حسين اللي عايز تشقط براه. انا مش فاهمه مين اللي عايز يشقط مين. انا بقى العريس. وات يعني حضرتك ارمل؟ ايوه. عايشين قصه حب مستدامه. مستدامه؟ طب انا اعمل ايه مع الناس دي؟ كريم الحسيني وحشني يا ابن اللذين. وحشتني انت. وحشتها. بعد اذنك عشان لو سمحت. حبيبتي وحشتيني. عايزه اشفط الكلاب شويه والبطن بقى عايزه اشيلها خالص. امك حلوه؟ عسل يا ماما عسل. ايه رايكم لو نتفق بقى على اول اسبوع من جولاي؟ ده يوافق نص من شعبان. انا سعيد جدا بمعرفه حضرتك. وانا تامر فعلا بمعرفه حضرتك. امال ابني كيمي جاي يعمل ايه؟ هيقدم شربه؟ جاي يعمل بيبي معروف. مجمعك مجاني هاي 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 باني وفين اخركم فين وفي قلبي ليه قفشين نفسي في مره اطلع منهم سليم. ايه يا مدامات؟ انت محتاج يتعمل لك ابجريد. اخر مره شفتك لما كنت في شقه فيصل. جبت منين شقه فيصل؟ هي صيعه. مش بردانه بالتكييف؟ تعيش معايا في احراش غنيه الاستوائيه. لا طالما فيها احراش نفكر. الصاروخ ما فاضلش منه غير القعده. امسك كويس يا انكل اوعى تتشقلب. انا اتشقلبت خلاص. اربع طرط؟ ده لو عيد ميلاد كويدر مش هيجي له اربع طرط. انا كانوا بيطفوا لي الشمع في طفايه.